انت من سمح لك تعطي فلوس؟ ليش تتدخل؟ انا ألف مره قايل لكم لا تتدخلون بعيالي. ها سوى حادثه الحين لو راح اريله. سامي الله يهداك، ايش اسوي انا؟ ايش دراني؟ الولد قاعد يحن علي، كسر خاطري، اعطيته فلوس انا، ايش دراني وراه جت سكي وحادث. شوف ناصر، ماجد مره ثانيه لو يبكي قدامك دم مالك شغل فيه، وانا حذرتك للمره الاخيره. شنو حذرتك؟ ما حذرتك بعد مديدك. انا ماني اصغر عيالك اخوي العود، احترمك. ايه قول اللي عندك وخلاص. اذا تبي النفس راضيه عليك وخر عن ماجد احسن لك ولا تتدخل فيه. خلاص يوه. من اليوم ورايح مالي شغل فيك ولا بولدك، وولدك هذا لو اشوفه بالشارع طايح بمر عليه ولا كني شايفه. زين يا جراح. يلا يلا حبيبينا ارتاح تصبح على خير. يلا يما ناموا ناموا. عطني التليفون. يبا تكفى الله. عطني التليفون قلت لك بسرعة. مصروف هالشهر ماكو، واكلك تاخذه من البيت. سامي على الاقل مصروف المدرسه. انت مو شغلك، وطلعي برا خليني اتفاهم وياه. يلا. يبا ما يصير كذي، منعت مني المصروف خليت مني التليفون. وطلع من البيت ماكو، ودوان الجسوم ما بك تطبها. احمد ربك ما شلخت العقال على ظهرك. اكرهك. بس يا سميجة، بس يا حبيبتي، يعني البكي برد لك شيء يا حبيبتي؟ يا يما مو زين تبكين قبل النوم، مو زين. يما ما ابي شيء، خليني بروحي ولسميجة. ان شاء الله يما، بس لا تبكين يا يما، لا تبكين. يمه غريبة مو نايمة ليها الحزة. أنا قلت يا رايحة سينما يا حفلة. جراح ترى ما يخلقك. أفا إيش فيك يمه؟ قاعد أضحك معاك. إيش دعوة يمه ابتسمي. تبيني أبتسم وبنتي نايمة مقهورة؟ أفا إيش فيها؟ يعني تسوي نفسك ما تدري؟ أختك ما دقت عليك؟ بلى شخلت تليفوني شخل بس ما رديت عليها. وإيش دعوة يعني ما تردون عليها؟ وعليا ماتت وهي تدق عليكم تبي واحد فيكم يروح معاها. رايلها داق عليها قايل لها اني انا تزوجت. لا وطالع البلا ان انا بروح شهر العسل. ينت البنت. لا
لا والله من صدق هذا؟ ايه وانت وما حد راضي فيكم يرد عليها ويروح معاها المطار. يما اسف وحقك علي، بس والله روحتنا المطار ما كانت بتغير شيء، اصلا كلنا ندري ان حياه سبيكه مو مستقره، وكل يوم مشكله، يعني اللي صار تحصيل حاصل. ايش دعوه يعني؟ يعني بس سبيكه اللي عندها مشاكل ببيتها، كل البيوت فيها مشاكل، يعني ايش فيها لو ياه هذا احمد وقال لها كلمتين طيب خاطرها وخلصنا، لكن يقط يقط ويدق عليها يقول لها انا تزوجت وبروح شهر العسل؟ والله ان قلبي شاب نار على بنتي. ادري بنتك ما تلامين. ما رد احمد بيرجع من السفر وساعتها احنا نتفاهم معاه. مجود ولد اخوك مسوي حادث بالسيكل. مجود سايق سيكل؟ اي هذا السيكل مال بحر. جيت سكي قصدك؟ اي هذا اللي انت تقول عنه ومتعور مخيطين ريوله وما مداني اروح امر عليه، لهيت مع اختك. لا حول ولا قوه الا بالله. وين تحذف علينا هالمصايب؟ اي والله. خلاص ان شاء الله انا باكر اشوفه واطمن عليه. يلا يما تصبحين على خير. وانت من هنا يا يما. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فعليك يا ابو عبد الله كذي تسوي بابنيتي عاد.